الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فما زلنا مع كتاب الإسلام يتحدث عن نفسه. يتحدث الإسلام عن نفسه بأنه دين لا يعرف الظلم أبدا، فهو قائم على العدل، كل العدل لكل الناس، قائم على العدل في الرضا والغضب، مع الصديق والعدو، مع القريب والبعيد. وعندما أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: يا معاذ، إنك تأتي أقواما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من غنيهم فترد في فقيرهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. لا فلاح لظالم، لا فلاح لظالم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لا تنم. وكما يقولون: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، وتذكر قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ويقول سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليملي للظالم، يستدرجه ويمهله حتى إذا أخذه لم يفلته. العدل عماد الأمم والحضارات، وهو ميزان الله الذي وضعه للحق ونصبه للخلق، فلا تنازعه في سلطانه ولا تخالفه في ميزانه. لما دخل رسول كسرى على سيدنا عمر بن الخطاب أنشأ يقول في اندهاش يصوره حافظ إبراهيم في قصيدته الرائعة المعروفة بالعمرية: وهال صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا خاليا من الزينة وهو راعيها، فقال قولة حق، فقال قولة حق،
أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت أمنت لما أقمت العدل بينهم، أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هاديها. ثم يقول حافظ: كم خفت في الله مضعوفا، كم خفت في الله مضعوفا دعاك به، وكم أخفت قويا، وكم أخفت قويا ينثني تيها. فلا الضعيف ضعيفا عند حجته، وإن تخاصم راعيها وواليها، ولا القوي قويا رغم عزته عند الخصومة، والفاروق قاضيها. فمن يبايع أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، إن جاء في شدة قوم شاركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. دين يعدل حتى مع المخالف في الدين، حيث يقول الحق سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وكان سيدنا عبد الله بن عمر إذا ذبح الشاه أهدى إلى جاره اليهودي منها. ولما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران أحسن استقبالهم وأكرمهم بنفسه، وقال صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، فإني أحب أن أكافئهم. ديننا قائم على العدل مع العدو قبل الصديق، والقريب قبل البعيد، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقاربين. دين يدعو إلى السماحة في كل شيء، وإلى التسامح واليسر والتيسير على الناس بيعا وشراء ومعاملة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته، قاضيا ومتقاضيا. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. دين يدعو إلى الكف عن الأذى وإلى عدم الظلم، دين يدعو إلى العدل، إلى الرحمة، إلى التسامح، إلى مكارم الأخلاق، لهو دين عظيم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم لديننا وحسن اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.